فترة حرجة يمر بها العراق المتكل على اقتصاد أحادي الجانب في رسم سياسته المالية والاقتصادية. هذه المواجهة القاتلة مع عجز مالي يقدر بعشرات التريليونات من الدنانير ستزداد في ظل تراكم الديون الداخلية والخارجية، ربما تجعل العراق وبحسب خبراء المال والاقتصاد على أعتاب معركة وتحديات لا يستهان بها قد تصل إلى مستوى الكارثة سيدفع ثمنها الشعب مع جائحة كورونا. الآن البلد مفلس، الآن البلد تعبان اقتصاديا، تلتزم بالإنتاج المحلي، تطور الإنتاج المحلي، تطور الصناعات المحلية، على الدولة أن تلتزم باستيراد ما مهم من الغذاء والدواء فقط، وغير هذا ما يستوردون. المفروض المنافذ الحدودية تغلق بوجه أي بضاعة، علما أن البضائع الصناعية اللي دي يستوردون إياها والمزابل اللي دي يجيبون إياها من دول العالم هي إحنا نقدر نصنع 70% من عدها، وإحنا مسؤولين عن كلامنا بالقطاع الخاص. حصار مؤقت قد يدخله العراق مع تحوله لبلد مستهلك دون إنتاج يحقق الاكتفاء الذاتي لسد حاجة البلاد المالية، والتي كشفت عن ذلك جائحة كورونا، حيث الانخفاض في أسعار النفط والذي كان يعتمد عليه العراق بنسبة 93% في ظل إغراق السوق العراقية بالمنتجات الصناعية والزراعية المستوردة. عندنا مصادر عديدة، لكن سوء إدارة هذه المصادر خلانا في محنة. إحنا الحد الأدنى نقلل الخسائر وأن نبدأ اليوم أفضل ما بعد فترة. عندنا المنافذ الحدودية، عندنا الوعاء الضريبي يتوسع، عندنا تجاوزات على الموازنة بالرواتب والمخصصات الكبيرة التي أثقلت كآل الموازنة، ممكن نخفف وعلى المدى الطويل مع ارتفاع جزء لأسعار النفط ممكن تقل الأزمة، لكن الديون تبقى ديون. الكل الآن ينظر إلى الحكومة مثلا غير قادرة على توفير الرواتب سواء كانت للمتقاعدين أو للموظفين، وبالتالي بدأت العوائل مثل ما بدأنا احنا بادخار بعض الأموال للمستقبل. ربما يعني هذه العلاقة ما بين المواطن والحكومة سواء كان مواطن أو موظف عفوا أو سواء كان عاطل عن العمل لا يثق بالحكومة بأن توفر له ما يحتاجه بالمستقبل القريب لو دخلنا بأزمة، ونخشى من الأيام المقبلة. الكل الآن يتحدث عن استمرار كورونا إلى عام 2021 وربما إلى عام 2022، والعراق ما زال مكبلا اقتصاديا وصناعيا ولا يستطيع توفير رواتب للموظفين ربما في المستقبل القريب. إبعاد الصناعة والزراعة وإبقاء العراق على اقتصاد أحادي الجانب يجده باحثون اقتصاديون سبباً في جعل الاقتصاد العراقي مرهون بتبعيته للأسواق العالمية وسيطرتها على كميات وأسعار النفط الذي يصل إليها، إضافة إلى اعتبار النفط مورداً ناضباً لا يمكن الاعتماد عليه في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للشعب. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.